هل سمعت من قبل عن مسحوق غسيل وسبراي في نفس الوقت وفي نفس العلبة؟ سنستخدم اليوم هذا المسحوق العادي في تجربات عديدة. أما هذا فهل سمعت عنه؟ فهو مسحوق غسيل وسبراي أبو الولد هابي لايف. والآن هذه هي نتيجة لعب أحمد مع السيارة والكرة، وهذه هي نتيجة اللعب مع الكلب. هم متساويان أجل. والآن سوف نحاول أن نستخدم هذا المسحوق العادي للتخلص من جراثيم الكلب. سنبدأ الآن. هو ملوث، لن يتغير أبدا. والآن سوف نستخدم مسحوق غسيل وسبراي أبو الولد هابي لايف. هذه هي نتيجة متساوية لتلك بعد اللعب مع الكلب. سنبدأ الآن. هو أبيض كاللؤلؤ. مسحوق غسيل وسبراي أبو الولد. فعلا 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 هابي لايف.